الأسواق المالية تتابع بحذر الخطوات التي سيقدم عليها المصرف المركزي الأمريكي، والذي من غير المرجح أن يتخذ قرار تخفيف برنامج شراء السندات بواقع 85 مليار دولار شهريا. بن برنانكي رئيس المصرف الذي سيعلن عن سعر الفائدة يعتمد في سياسته على الوظائف والنمو الاقتصادي والتضخم، حيث انخفضت البطالة إلى 7 مئوية في تشرين الثاني نوفمبر وعاد العنفوان إلى التصنيع، بينما بقي التضخم في تشرين الأول أكتوبر عند 0.7 مئوية وهو المستوى الأقل من الهدف.